مساء الخير. أحد العلماء كانت له مقولة بيقول: إذا عرف الإنسان الآمر ثم عرف الأمر تفانى في طاعة الآمر، بينما إذا عرف الأمر ولم يعرف الآمر تفنن في التفلت من الأمر. فتعرفنا على ربنا وأسمائه بيخلينا نقدر نستوعب الأوامر ونتقبل إننا نطيع حتى لو من غير إدراك للحكمة. المعرفة بتوجد الثقة والتسليم والحب، وعدم الفهم بيوجد حواجز بيننا وبين حب ربنا، وبينعكس على تقبلنا لكل مستجدات الحياة. وأهم قاعدة بتتأسس عليها المعرفة إن ربنا ليس كمثله شيء، فصفات الله وأسمائه حتى لو متشابهة لفظيا مع توصيفات البشر لكنها مختلفة المعنى تماما. وده اللي وضحناه الملف ده، تكلمنا عن مجموعة من أسماء الله وصفاته بمدلولات ومعاني بعيدة عن المعنى الدارج ليها لما بنوصف بيها البشر. وده بيخلينا نقدر نستوعب يعني إيه ربنا رحيم في عز الوجع، ويعني إيه عادل في عز الظلم، ويعني إيه رزاق في عز الفقر. النهاردة هنتكلم عن اسم الله الرزاق. خلينا نقول ان الرزق، اي رزق، هو من اكتر الامور اللي مسيطرة على دنيتنا وتفكيرنا واهتمامنا. ربنا قال لنا على قانون مهم قوي في الرزق: وأمر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. الآية دي هي منهج متكامل بينظم لنا المهام المطلوبة مننا في الدنيا وإدراك قضية الرزق في حياتنا. اول حاجة: وأمر اهلك بالصلاة. الصلاة هي كل صلة بين العبد وربه، وعلى رأسها الفروض الخمسة، فدي رسالتك الأساسية والهدف من كل سعي ليك في الدنيا يكون موصول بالله، وبتبدأ بنفسك الأول وبعدها دعوة أهلك والمسؤولين منك للوصل ده. تاني حاجة: واصطبر عليها. مش مجرد صبر عادي، لأن تحقيق الوصل بالله في كل تفاصيل حياتنا ومتابعة ده مع المسؤولين مننا فهي رسالة مش سهلة، والدعوة ليها مش سهلة، فمحتاجة أعلى درجات الصبر والحكمة والتركيز. ربنا عالم بتركيبة نفوسنا، وعالم إن علشان نقدر نركز في الرسالة المطلوبة مننا فلازم يطمننا ناحية الرزق، فقال لنا بكل وضوح: لا نسألك رزقا نحن نرزقك. المشكلة اننا مش بنستوعب الوصية دي، يعني ايه لا نسألك رزقا واحنا ما فيش في حياتنا تقريبا غير اننا نسعى على الرزق؟ هو مش المقصود ابدا نفضل نصلي ونعبد والرزق هيجي لنا لحد عندنا، ده يتعارض مع رسالة الانسان اصلا واعماره في الارض. المقصود ان كل سعي لينا على رزق في الدنيا بنسعى ليه، فنسعى له احنا موصولين بالله، مدركين ان ربنا هو الرزاق. بمعنى ايه؟ في فرق كبير قوي ما بين انك بتسعى على اي رزق علشان ربنا امرنا بالسعي، وان السعي ده صورة من صور الوصل مع ربنا لتحقيق رسالتنا باعمار الارض، وبتعمل ده وانت صابر ومسلم للنتائج والقدر الرزق اللي مكتوب لك، وبين انك بتسعى لكن مش الهدف ربنا ولا الرسالة. هدفك الرزق في حد ذاته ومهموم بيه ومش شغلك غيره ومش فاهم حدود دورك فيه. والمقصود بالرزق مش مجزياته بس، اي رزق، مشاعر، أولاد، معاملات، أي حاجة عايز توصلها في الدنيا. فلو كل ده اعتقدت إنك مسؤول عنه فكل قدراتك وطاقاتك بتستهلك تماما، وبقى هو ده اللي شغلك ومستحوذ عليك عن أي حاجة تانية. والأهم من كده إننا حاشا لله بننتحل صفة الله الرزاق: أنا هوصل للرزق ده بأي طريقة ورفض غيره. علشان كده فرق كبير بين الأخذ بالأسباب وبين تدبير الأمر. الأخذ بالأسباب مهام العباد، لكن التدبير مهام ربنا هو المدبر، فالخلط بين الاتنين ده اللي بيخلينا في دوامة ما بنعرفش نخرج منها. فإدراك معاني اسم الله الرزاق ده بينظم الأدوار والمهام المطلوبة مننا. واتختمت الآية بكلمتين هما الإطار العام اللي هنطبق بيه المهام دي: والعاقبة للتقوى. يعني التقوى هي اللي هتخليك تعرف تنفذ المنهج ده، وحسب درجات تطبيقك للتقوى هتتحدد درجات الوصل والصبر واستيعاب معاني الرزق وحدود دورك وتقبلك للنتائج. فالرزق مربوط بشكل كبير جدا بالتقوى، وكلمة التقوى ومشتقاتها ذكرت في القرآن أكتر من 300 مرة. هي من فعل وقى، والوقاية هي الحماية. فالتقوى ببساطة إنك تقي نفسك من كل شيء يضرها بقوانين الله. وكل ما ركزت في تفاصيل الوقاية في حياتك كل ما فهمت حقائق أكتر عن ربنا وعن الدنيا وعن إيه المطلوب منك وإيه اللي مفروض تنشغل بيه. وربنا وضح لنا قوانين للتقوى وعلاقتها بالرزق ووعود للي ينفذها: ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المخرج من أي أزمة في الحياة بالتقوى، والرزق بيكون وقتها غير مشروط من حيث لا يحتسب، يعني مخارج بتتفتح لك أبواب للرزق مش عامل حسابك عليها. وعد تاني من ربنا للمتقين هو: واتقوا الله ويعلمكم الله.
لو ركزت على التقوى هيعلمك ربنا، هيلقي في قلبك علمه وأنواره وبصيرته، ودي من أهم الأرزاق، رزق البصيرة والعلم. ومن أهم قوانين التقوى وربنا رحمنا بيه هو قانون فاتقوا الله ما استطعتم. كل واحد بيتقي حسب حدود ساعته وطاقته، بشرط أنك تكون بتنفذ الاستطاعة دي بصدق تحت منهج وقوانين الله. وقتها بيكون السعي للرزق متغلف بالطمأنينة في المنع والعطاء واليقين في مقدرات الله وتدابيره، بدون انشغال يصرفنا عن المهام والرسالة الأساسية المطلوبة مننا. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هنتكلم بالتفصيل عن معاني اسم الله الرزاق في حلقتنا النهاردة بإذن الله مع ضيفنا الشيخ محمد الصباغ من علماء الأزهر الشريف بعد الفاصل.